السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم في فيديو جديد. معكم ايمي من قناة ايمي وهنونة. النهاردة ان شاء الله بقى احنا قررنا كده نتمشى بالليل في الساعة، مفيش احلى من التمشية بالليل في الجو الساعة ده هنا في شوارع الاربعين بالليل زي ما احنا شايفين. طبعا مش قادرة اقول لكم بقى الشارع ده يعني ايه، بدري كده شوية بيبقى زحمة جدا ما تعرفوش تمشوا فيه، لان احنا هنا في منطقة وسط البلد، فاحنا بقى نزلنا متأخر شوية عشان نعرف نتمشى ونصور لكم بقى الأجواء الشعبية الجميلة هنا في محافظة السويس. احنا هنا في شارع اسمه أحمد عرابي، وده يعتبر يعني ايه من قلب ميدان الأربعين أو من قلب منطقة الأربعين هنا في السويس. يلا بينا بقى ايه ناخد جولة كده وعرفكم على يعني الأجواء بالليل هنا في الشوارع دي عاملة ازاي. دلوقتي بقى احنا هنروح هناك بقى عند كنافة انجي وامير، ده صورنا معاه في رمضان. طبعا ده اقدم واحد هنا بيبيع كنافة، طبعا الكنافة والحاجات دي هو بيبيعها طول السنة، هو اصلا بتاع الحاجات دي. هنروح بقى نشتري من عنده جلاش وكمان كنافة. الجلاش بتاعه جميل جدا، البلدي الجميل ده احسن من اللي بيتباع في اي ماركت اهي. نشوف مع بعض بقى نشتري. السلام عليكم. في جلاش؟ جلاش. طب عايزه جلاش وعايزه كنافه. الرقاق اهو، ده الرقاق الناشف، وعندهم كمان رقاق طري، وعندهم كمان هنا عيش الكريب والرقاق الطري، الحاجات الجميله دي. جبنا خلاص منهم الحاجات وماشيين. يلا سلام عليكم. جبنا بقى الكنافه والجلاش ويلا بينا نستكمل جولتنا في شوارع الاربعين الجميلة دي والاجواء الجميلة دي بالليل. هنا بقى دي مؤسسة الرحمة، صورنا عندهم برضو اكتر من جهاز كهربائي، مشهور جدا مؤسسة الرحمة دي في الاجهزة الكهربائية. وهنا بقى في بتوع ذهب وجزارين وفي كل حاجة هنا في الاربعين او في احمد عرابي تحديدا. يعني كشري اهو، كشري ميكس مشهور جدا. طبعا كل متابعيني من السويس عارفين الاماكن دي كويس جدا وعارفين بقى الحاجات المشهوره كمان هنا. شايفين يا جماعه الشوارع فاضيه ازاي؟ احنا دلوقتي في وقت متاخر من الليل، وطبعا الناس كلها سقعانه بقى وقاعده في البيوت، بس انا من الناس اللي بحب اخرج في الشتاء الصراحه، بستمتع جدا بالجو الشتوي. وقلت يعني اشارككم معايا النهارده بقى يعني ايه التمشيه المسائيه بالليل دي. نستكمل بقى جولتنا هنا في شارع احمد عرابي. كل تلاقي فين في الدنيا زي اهل السويس، ده اللي يعاشرهم يشيلهم من على الارض شيل. دلوقتي بقى هندخل مع بعض شوارع شميس او شارع شميس، ده عايزه اقول لكم اقدم شارع هنا في ميدان الاربعين، والشارع الاضيق كمان، ضيق جدا جدا بس في كل حاجه من الابره للصاروخ. هنشوف مع بعض، وما ينفعش حد يجي السويس الا لما يزور الشارع ده، هيعجبكم جدا جدا وهتلاقي كل احتياجاتكم موجوده في شارع شميس. دلوقتي بقى دخلنا كده شارع شميس زي ما احنا شايفين. شايفين بقى في كل حاجة اهي على الجنبين، بصوا كل حاجة موجودة هنا في الشارع ده اهو، من شوزات بقى اطفال وحاجات كبار كل حاجة. شايفين ملابس اطفال كمان والبيبيهات، كل حاجة موجودة هنا. طبعا برضو الشارع ده لو الوقت بدري شوية مش هتعرفوا تمشوا فيه من كتر الزحمة، لانه اصلا الشوارع دي ضيقة جدا جدا. جربت تتمشى في الاربعين وشارع شميس،
شوف كرم الدنيا في الشعب ده وقد ايه اصيل. واللي تلاقي فين في الدنيا زي اهل السويس. محلات كتير بقى بتقفل اهو. هنا بقى بتاع المفاتيح. وتعالوا نتمشى هنا في الشارع ده، هي كذا شارع كده متفرعين. هنا بقى العطارة، وهنا بقى حاجات السبوع، حاجات السبوع كلها هنا، وعطارة برضو. بصوا شايفين عطارة شميس اهي، العطارة دي قديمة جدا جدا. بصوا بقى منتجات الحاجات بتاعت السبوع، شايفين بقى الحاجات الجميلة. هنا ده بصوا هنا محلات ورود صناعية، وهنا بقى دخلنا على بتاع البلاستيكات اهو، كذا حد بقى بتاع بلاستيكات جنب بعضه هنا في الشارع ده اهو. بقى احنا هنطلع كده من شارع، من شوارع شميس هنا، هنا بقى ده محل الخيوط، كل انواع الخيوط موجودة عنده اهو. بعد كده هندخل على هنا حاجات الستاير بقى وحاجات الموال تتباع هنا برضو. هنا بقى المنظفات كلها، كذا حد بقى بتاع منظفات في الشارع ده، حاجات بسعر الجملة. دي كلها أسعار جملة، وده جامع الأربعين أو مسجد الأربعين. شايفين كل المحلات دي في ظهر جامع الأربعين، ده ظهر جامع الأربعين، أقدم جامع هنا في ميدان الأربعين، وعشان كده الميدان باسمه أهو. ده شارع برضو من شوارع شميس زي ما احنا شايفين، وده برضو منظفات هنا. هنا بقى محل أدوات كهربائية، دلوقتي بقى هنا برضو فرشة زي ما احنا شايفين بقى. نشوف ايه الحاجات دي. سلام عليكم. ايه الحاجات دي؟ ده ايه هنا؟ خاصة بايه يعني؟ عندهم كبرات غسالات، وحاجات جميله. يعني بتبيعوها يعني مشمع دواليب، مشمع مطابخ، الالمنيوم بتاعت البوتاجازات. ايوه المشمع ده طالع جديد على فكره، الحاجات دي طالعه جديد السنه دي. جميل. وده الحاجات اهي بتاعت البوتاجازات برضو. ودي الحاجات دي اللي بتتلزق. ده اللي هو الفكر اللازق بتاع اللي بتلزق على الخشب. على الخشب وعلى الازاز وعلى البوتان. تمام، يلا بينا نستكمل جولتنا هنا في شوارع شميس. هنا برضو حاجات المنظفات اهي كلها، وده محل اسمه بيت الزينة، كل حاجات بقى عياد الميلاد والمناسبات كلها موجودة هنا في المحل ده، حاجات مبهجة جدا. بصوا كل الحاجات مبهجة قوي قوي هنا. وشوش دي ندخل بقى جوه المحل. بصراحة كل حاجات المناسبات وعياد الميلاد هتلاقوها موجودة هنا في بيت الزينة في شارع من شوارع شميس. بصوا بقى الشوش دي، اعملوا لايك. ها لايك لقناة ايمي وهنونة. والزينة طبعا انت عايزينها كلها موجودة ما شاء الله، عندكم حاجات جميلة قوي. واسعاركم اسعار جملة بقى؟ اسعار الجملة طبعا، اسعار جملة ده.
لقناه ايمي وهنونه. ومعانا بقى استاذ محمد حسين هياخدنا بقى من بيت الزينه. هنخش محل الحاجه الساعه ده اثري يعتبر هنا. ايه والله اثري؟ اه ليه بقى؟ من زمن الزمن. تعالى اسلام بقى. اسلام فرج اهو. تعالى تعالى اوريهم. اسمه محل اسلام. اسلام فرج مثلجات. بقى له كام سنه المحل ده؟ ده ده في ميامي حط، بس هو كان في الحاره هنا ونقل نقل هنا. الساعة هنا اسلام بيتلجها ايه على التل. هنا في التلاجة؟ على التل. مش بنتلجها في التلاجة. ازاي على التلج؟ احنا بنحط الحاجه الساعه وبنكسر عليها تلج. مش في التلاجه. ليه بقى؟ شوف كرم الدنيا في الشعب ده وقد ايه اصيل، واللي تلاقي فين في الدنيا زي اهل السويس، ده اللي يعاشرهم يشيلهم من على الارض يشيل. حاجه ساعه اهي، يعني ايه على التلج اهي من ايام زمان. المحل ده تراث هنا في شميس. انتوا شغالين 24 ساعه؟ لا الصيف 24 ساعه. جرب تتمشى في الاربعين وشارع شميس، شوف كرم الدنيا في الشعب ده وقد ايه اصيل، احسن صحبه نعيش. كل بتحط بقى التلج بنخزنه جوه. بتخزن التلج هنا وبعدين بتحطه على الحاجه الساعه. بتحتفظ بيه مده قد ايه التلج؟ على حسب يعني في الصيف وكل يوم عادي، لكن في الشتاء ممكن يقعد 3 ايام. صح، في الجو اللي احنا فيه ده. كده تكون انتهت جولتنا هنا في شوارع شميس بالليل زي ما احنا شفنا مع بعض. دي كانت جولة سريعة جدا جدا. ان شاء الله انتظروني في جولات كتير. ولو عجبكم الفيديو اللي من النوع ده اكتبوا لي في التعليقات علشان اصور لكم فيديوهات كتير جدا، يعني وجولات وفلوجات لينا باذن الله في كل محافظة. واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في قناتي اللي يشوفوا القناة اول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.